طبعاً في قسم اللي هو قسم المحكمة، يعني كل شيء بينتهي بقسم أو في الأعظم. يعني يسوع لما وقف أمام رئيس الكهنة قال له: أستحلفك بالله الحي، قل لنا أأنت ابن الله؟ قال له: أنت تقول، لأنه كان تحت قسم. طبعاً اليوم في كتير ناس بتختار أنه ما تعمل هذا القسم في المحكمة، لكن تستطيع أن تقول أقول الصدق. المسيح أحبائي بيعالج هذه الآفة لأنه مصيبة كبيرة. هي بتعبر عن الكذب، وبتعبر عن الرياء يعني التمثيل، وبتعبر عن عدم الأمانة وعدم الاستقامة في التجارة، في أمور كثيرة. حتى أتخلص في شيء معين، ببيع شغلة فأنا بحلف، وهذا الحلفان أنت بتحط نفسك تحت دينونة الله. الله بيطالبنا نعيش بشفافية، نعيش بأمانة، ويكون في صدق. لازم يكون في محاسبة على كلامنا، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. كل كلمة إحنا منتكلمها رح نعطي عنها حساب. وتذكر أنه أنت كل كلمة خليك منتبه، خلي كلماتك قليلة، لأنك أنت بتتكلم أمام الله.